على يمينكم ده خواجات معهد ابو سمبل. ولماذا سمي معهد ابو سمبل بهذا الاسم؟ لانه سمبل. جاله فشل كلوي. هو طلع عنده كلى؟ اللي عند داليا ده مرض اسمه ديسفوريا سيندروم. يا نهار اسود. انتوا مين انتوا؟ حمامه الشقلباز. يعني الراجل اللي احيا جميع افراح شارع جسم السويس. السقسه ايدك في الحقها طاطا يا مشعر عسلي زي البطاطا. شفت هزارك جابنا فين؟ انت بتكلم مين يا لا مؤاخذه يا شبح، اصل انا ركبني عفريت فكنت بكلمه يعني. مش الدولفين ده صديق الفلاح؟ انا زعنفت البحر درويش. اظن الكلام اتسمع يا جزيره ما جابتش قرصان، واللي هيفتح بقه هياخد بالجزمه. انا هرموناتي متلخبطه، حاسس ان جوايا اتنين بيتخانقوا، واحد بشنبات واحد لابس قصير. ريح المدى يوميا السابعة مساءً على النهار.